أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم إلى هذه الجولة في أبرز ما تناولته وتداولته الصحف العربية والدولية. نستهلهم مشاهدينا بصحيفة المساء الجزائرية التي عنونت: نأمل أن تكون القمة العربية بالجزائر جامعة وموحدة. العلاقات بين الجزائر وموريتانيا عريقة وتعرف تطورا لافتا، هكذا وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العلاقات بين البلدين الجارين، حيث أشار خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عقب المحادثات الثنائية إلى أنها كانت ثرية وشكلت فرصة للتطرق لعديد جوانب التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين الشقيقين. وقال الرئيس الجزائري أن المحادثات سمحت أيضا بالتطرق إلى العمل العربي المشترك الذي حظي في المحادثات باهتمام خاص، خصوصا وأن الجزائر ستحتضن قريبا القمة العربية التي قال عنها أنه يأمل بأن تكون قمة جامعة وموحدة للصف العربي في ظل سياق دولي متأزم تطبعه التحديات والتهديدات، مشيرا في ذات السياق إلى تطابق وجهات النظر حول هذه القضايا وتوافق مواقف البلدين بشأنها. إلى صحيفة العرب، وقالت صحيفة العرب: برلمان ليبيا يعلق جلساته دون انفراج الأزمة السياسية. إذن لم يتوصل مجلس النواب الليبي إلى حلول سياسية بشأن إجراء الانتخابات المؤجلة منذ الأسبوع الماضي ومقترحات تتعلق بمصير حكومة الوحدة الوطنية، حيث فشلت النخبة السياسية بالبلاد في تثبيت مسار سياسي واضح للموعد الانتخابي إثر خلافات حول قواعد إجرائها. وعلق البرلمان الليبي جلساته الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل دون إجراء اقتراع على أي من الاقتراحات التي طرحت أقول الاثنين للمعالجة ولمعالجة أقول تداعيات تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 من ديسمبر الفارط. وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز إن التركيز الرئيسي يجب أن يكون على المضي قدما في الانتخابات التي يريد أغلبية الليبيين إجراءها لإنهاء عقد من الفوضى والعنف في ليبيا. إلى صحيفة القدس العربي، القدس العربي عنونت: الأردن مع الأسف وفي 4 أيام مشاجرات النواب والمهندسين تقرع جرس الإفلاس السياسي. تداعيات جلسة العنف الأردنية، نزاعات جهوية ودعوات للملك بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين. إذن بدأت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية العليا والاتصالات بين كبار مسؤولي الدولة الأردنية للبحث في أفضل وأسرع الخيارات لاحتواء نتائج وتداعيات المشاجرات والشتائم بين أعضاء مجلس النواب خلال جلسة صاخبة كانت مفترضا أنها مخصصة لمهمة تاريخية ووطنية، تقول الصحيفة. وقوامها تعديل الدستور صباح الثلاثاء وأجلت لصباح الأربعاء، لكنها أغضبت المرجعيات ووضعت مجلس النواب برمته أمام طاولة التشريح الشعبية، واندلعت المشاحنات والعراكات بعد انفلات المشهد. وأرسل بعض النواب رسائل للمؤسسات الأمنية وللديوان الملكي مساء الثلاثاء يلفتون النظر فيها إلى إمكانية تجاوز الخلافات والنتائج، أو خوفا من صعود سيناريو سيادي يقضي بحل مجلس النواب. والمشاجرات بقيت حديث الأردنيين ومادة للتداول الدسمة على شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وإلى ساعات عدة ستبقى على الأرجح لعدة أيام، خصوصا بعدما ظهرت ملامح الانفعال والإخفاق في المشهد السياسي الأردني، تقول الصحيفة. ننتقل إلى الشرق الأوسط، وقالت جريدة الشرق الأوسط: قلق دولي من تفاقم الأزمة السياسية في الصومال. أعرب حلفاء الصومال عن قلقهم حيال ازدياد حدة الخلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء في وقت
سيرت فصائل مدججة بالسلاح دوريات في أجزاء من مقديشو أمس الثلاثاء، ما يعزز المخاوف من أن تؤدي الأزمة السياسية إلى اندلاع أعمال عنف وتمركز جنود موالون لرئيس الوزراء قرب القصر الرئاسي بعد يوم من إعلان الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم فرماجو تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي اتهم الرئيس بمحاولة انقلاب. ولطالما كانت العلاقات بين الرجلين متوترة، لكن التطورات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن استقرار الصومال، في حين تعاني البلاد منذ سنوات من أزمات عديدة. وطلب مراقبون دوليون الجانبين إلى حل الخلاف المتصاعد، في حين سعى بعض الأعيان والسياسيين الصوماليين إلى تهدئة الوضع. من جهتها قالت الولايات المتحدة إن محاولة وقف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل تثير القلق، وإنها تدعم جهوده لإجراء الانتخابات سريعا وفي أقرب الأوقات. ننتقل مشاهدينا إلى العربي الجديد. العربي الجديد اختارت هذا العنوان ليكون صدر صفحتها الرئيسية: مفاوضات فيينا تفاؤل روسي بلا نتائج. وعبرت إيران وروسيا عن تفاؤلهما إزاء المحادثات التي انطلقت هذا الأسبوع على الرغم من إعلان الدول الغربية أن المفاوضات تسير ببطء شديد، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن التوصل لاتفاق بات ممكنا إذا أبدت الأطراف الأخرى حسن النية، فيما أشار المبعوث الروسي ميخائيل إليانيوف إلى أن مجموعة عمل تحقق تقدما لا خلاف عليه في الجولة الثامنة من المحادثات. في هذا السياق أو في ذات السياق، عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن حذرها إزاء التصريحات المتفائلة من جانب إيران وروسيا بخصوص محادثات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، قائلة إنه لا يزال من السابق لأوانه، قول ما إذا كانت طهران قد عادت إلى المفاوضات بنهج بناء. وقالت فرنسا وألمانيا في هذا الخصوص في بيان لها الثلاثاء إنه تم إحراز تقدم فني في الجولة الأخيرة، لكنها أضافت أنه لم يتبقى سوى أسابيع وليس شهور لإنقاذ الاتفاق. وكانت قد انطلقت الاثنين الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا غير المباشرة بين طهران وواشنطن بواسطة أطراف الاتفاق النووي. مشاهدينا، نختم بلوموند الفرنسية التي قالت السلطة تفرض قيودا أكثر بسبب متحور أوميكرون. الحكومة الفرنسية تتبنى مشروع قانون شهادة تطعيم وتشدد القيود لكبح انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الحكومة الفرنسية جون كاستيكس الاثنين عن تبني الحكومة لمشروع قانون شهادة تطعيم عوضا عن شهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2022 إذا أقره مجلس النواب، كما أعلن كاستيكس خلال مؤتمره الصحفي عقب اجتماع الحكومة ومجلس الدفاع الصحي عن مجموعة من إجراءات أخرى في محاولة لكبح انتشار وباء كورونا. وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى تجديد الإجراءات عبر جعل العمل عن بعد إلزاميا 3 مرات في الأسبوع ابتداء من الأسبوع المقبل. وبعد ذلك أو بعد أن تجاوزت فرنسا السبت عتبة 1000 إصابة يومية جديدة، كما تقرر الحد من التجمعات في الخارج، كما سيفرض وضع الكمامات إلزاميا في جميع الفضاءات. بهذا نأتي وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة، في أمان الله.